بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوع النهاردة يا جماعة هنتكلم فيه عن حامض الكبريتيك. رقم واحد هنتكلم عن أهميته ودوره للنبات، كمان هنتكلم عن الطريقة الصحيحة لإضافته للنباتات والتربة، كمان هنتكلم عن موانع استخدام حامض الكبريتيك أو الأوقات اللي أنت ما ينفعش تستخدم فيها حامض الكبريتيك. كمان النقطة المهمة والأخيرة يا جماعة تخليكم معانا لآخر الفيديو عشان أقول لك على الطريقة الصحيحة اللي إزاي تعرف فيها إن حامض الكبريتيك اللي موجود عندك ده مركب أصلي ولا مركب تقليد أو مضروب أو حصل فيه بعض عمليات التخفيف. رقم واحد يا جماعة نتكلم عن أهمية ودور عنصر حامض الكبريتيك بالنسبة للنباتات والتربة. رقم واحد، حامض الكبريتيك يا جماعة يعتبر أحد مصادر عنصر الكبريت، وإحنا طبعا عارفين يا جماعة عنصر الكبريت وتكلمنا قبل كده عن عنصر الكبريت وأعراض نقصه، وهقول لك برضو دلوقتي في نفذة مختصرة عن أهمية عنصر الكبريت للنبات. عنصر الكبريت يا جماعة أحد أهم العناصر المتوسطة الضرورية لنمو النباتات. عنصر الكبريت بيدخل في تركيب ثلاث أحماض أمينية أساسية وضرورية جدا للعمليات الحيوية داخل النبات. كمان عنصر الكبريت له دور كبير في تكوين المرافقات الإنزيمية الهامة لعمليات التنفس اللي بتحصل في النباتات. عنصر الكبريت كمان يا جماعة من العناصر أو يعتبر أهم العناصر اللي بيدخل في تكوين بعض المواد الطيارة لبعض النباتات زي البصل والثوم. يعني لو أنت عايز بصل وثوم حرقين تبدأ تضيف عنصر الكبريت بشكل مكثف على هذه النباتات، أو تهتم بعنصر الكبريت في هذه النباتات اللي هي نباتات البصل والثوم أو بعض نباتات العائلة الصلبية بشكل عام. كمان عنصر الكبريت يا جماعه له دور كبير جدا في عمليه تلوين الطماطم. يعني لو انت عايز تسرع من عمليه تلوين الطماطم بتيجي في وقت معين بعد تكوين الثمار ووصول الثمره تقريبا الى الجرين ماتيور بتاعها او مرحله النضج التام الخضري، تبدا تضيف انت الكبريت الزراعي وتعفره على نباتات عشان يسرع لك من عمليه التلوين ده لو انت شايف ان الاسعار بتاعه السوق عاليه شويه وعايز تسرع من عمليه التلوين. كمان عنصر الكبريت يا جماعة له دور مهم جدا في تخفيض بي اتش التربة لو انت بدأت انك تضيفه مع الخدمة الزراعية اللي اتكلمنا قبل كده عليها، وتبدأ تضيف عنصر الكبريت يا جماعة في الخدمة الزراعية او الخدمة الكيماوية الاولى قبل بداية الزراعة، وبيضاف بنسبة من 50 الى 150 كيلو جرام للفدان على حسب النباتات، على حسب النبات المنزرع وعلى حسب صفات التربة او خصائص التربة اللي موجودة عندك. ده بالنسبة لرقم واحد من أهمية حامض الكبريتيك إن هو مصدر لعنصر الكبريت. رقم اتنين يا جماعة من الأدوار الهامة اللي بيقدمها لنا حامض الكبريتيك للنباتات هو تخفيض بي اتش التربة بسرعة كبيرة جدا. ده لو انت هتضيفه بشكل مباشر كحامض كبريتيك، وبرضه لو انت هتضيف الكبريت في صورة كبريت في الأول مع الخدمة. زي ما قلنا الكبريت بعد ما بتضيفه في الخدمة يا جماعة في الأول بيتحول إلى كبريتات اللي بدورها بتتحول إلى حامض الكبريتيك اللي دور كبير جدا في تخفيض بي اتش التربة. ده رقم اتنين. رقم تلاتة معانا يا جماعة من أدوار حامض الكبريتيك تسليك نقاطات الري. يعني لو انت بتزرع يا جماعة بالنظام الري الحديث أو بالنقاطات بتستخدم حامض الكبريتيك في تسليك النقاطات، بيسلك النقاطات بشكل كبير جدا، ميخليش عندك أي نقاطات أو أي مشاكل في شبكات الري المفرودة على النباتات. تمام؟ طيب نيجي بقى يا جماعة لمواعيد استخدام حامض الكبريتيك. امتى تستخدم حامض الكبريتيك والكميات اللي انت هتستخدمها لحامض الكبريتيك؟ تستخدم حامض الكبريتيك يا جماعة اولا لو انت عندك شبكة ري فيها بعض النقاطات مسدودة، فبتستخدم حامض الكبريتيك من 1.5 كيلو لغاية 4 كيلو للفدان ده لو ما فيش نباتات مزروعة، ومن كمان لغاية 5 كيلو للفدان ده لو ما فيش عندك نباتات مزروعة. وتركز أو في الكلام ده، يبقى في مرحلة التخمير اللي انت بتخمر فيها بالنقاطات وعندك بعض النقاطات مسدودة تبدأ تضخ حامض الكبريتيك في السمادة، وتسيب حامض الكبريتيك بعد ما تضخه تسيبه شبكة الري حوالي 2 أو 3 ساعات، وبعد كده تبدأ تشغل المية وتفتح نهايات الخطوط، هيبدأ يطلع لك كل الرواسب وكل المواد اللي قافلة نقاطات الري بتاعتك. دي رقم واحد في الاستخدام. طيب رقم اتنين، لو انت هتستخدمه على النباتات بتستخدمه يا جماعة من كل شهر او كل حوالي 25 ل 30 يوم بتستخدم حامض الكبريتيك مرة.
طيب ايه هي الكميات اللي انت هتضيفها لو انت عندك نباتات؟ بتضيف يا جماعه من كيلو ونص ل3 كيلو للفدان اقصى استخدام على حسب النباتات المزروعه عندك، يبقى من كيلو ونص ل3 كيلو للفدان. طيب كمان يا جماعه هقول لحضرتك على الطريقه الصحيحه اللي انت هتضيف بيها حامض الكبريتيك. لما تيجي تستخدم حامض الكبريتيك يا جماعه ما ينفعش انك انت تحط حامض الكبريتيك وبعدين تضيف عليه الميه، لا، تحط الميه الاول وبعد كده تضيف عليها حامض الكبريتيك. نركز قوي في النقطه دي يا جماعه، لان حامض الكبريتيك لما بيتفاعل مع الميه بيعمل بيطلع دخان كتير وبيعمل تفاعل ممكن يعمل لك مشاكل للعامل اللي بيحطه او لحضرتك لو انت هتستخدمه. المواد الطاهره دي مواد خطيره جدا وممكن تعمل لك مشاكل، فانت ما ينفعش انك تحطه الاول وبعد كده تحط عليه الميه. حط الميه الاول في البرميل بتاع التسميد وبعد كده ضيف عليه حامض الكبريتيك او كميه حامض الكبريتيك اللي انت هتستخدمها للفدان. كمان ما ينفعش انك تستخدم حامض الكبريتيك يا جماعه قبل الكالسيوم ولا بعد الكالسيوم. يعني لو انت هتسمد النهارده كالسيوم ما ينفعش انك ترش انك تسمد تاني يوم حامض كبريتيك، او انك انت تسمد النهارده حامض كبريتيك وبعد كده تحط ايه سماد الكالسيوم بتاعك، لان برضه هيعمل لك مشاكل ويعمل لك كبريتات كالسيوم اللي هي الجبس الزراعي ويعمل لك مشاكل حوالين الجدر. تمام، ده بالنسبه للطريقه الصحيحه لاستخدامه وموانع استخدامه. نيجي بقى يا جماعه لازاي تعرف ان حامض الكبريتيك اللي عندك ده حامض اصلي او مركب مظبوط ما فيش فيه اي مشاكل او ما تمش تقليده او تم تخفيفه. حامض الكبريتيك يا جماعه نسبة الكبريت فيه بتبقى 98%، زي ما قلنا يعتبر من أهم مصادر الكبريت. نسبة الكبريت فيه حامض الكبريتيك 98%. طيب رقم 2 يا جماعة من الحاجات المهمة اللي انت تقدر تميز بيها أو تعرف بيها حامض الكبريتيك، حامض الكبريتيك الكثافة بتاعته 1.84%، 1.84%. يعني ايه الكثافة؟ يعني انت لما تجيب لتر حامض، 1 لتر حامض وتوزنه المفروض بيدي معاك كيلو 840 جرام. يبقى المفروض بيدي معاك قد ايه يا جماعه؟ كيلو 840 جرام. لو جبت حامض الكبريتيك ووزنته بيدي معاك 1 كيلو و840 جرام. يعني لو ادى معاك كيلو 800 يبقى كويس، كيلو 750 يبقى كويس، كيلو 800 وشويه يبقى كويس. تمام، اقل من كده يا جماعه يبقى ده مخفف او ان ده مضروب في السوق او تم تقليده. كمان يا جماعه حامض الكبريتيك عشان تختبره كويس وتعرف ان هو اصلي او لا، زي ما قلنا قبل كده انك انت هتحط نقطة من حامض الكبريتيك في عيار او في مقاس شوية من حامض الكبريتيك 2 سم او 3 سم وتبدأ تضيف عليهم المية. لو طلع لك دخان كتير وتفاعل جامد كده يبقى انت عندك حامض الكبريتيك ده من المركبات الاصلية اللي موجودة في السوق. كده يا جماعة اتكلمنا عن أهمية حامض الكبريتيك، اتكلمنا عن دوره في النباتات، اتكلمنا عن دوره في تخفيض بي اتش التربة وعارفين يعني ايه أهمية بي اتش التربة. كمان اتكلمنا على ان هو مصدر للكبريت واتكلمنا عن أهمية عنصر الكبريت بالنسبة للنباتات. مهم جدا يا جماعه زي ما قلت لك انك تستخدم حامض الكبريتيك بالطريقه الصحيحه، وتركز قوي في المعلومه دي يا جماعه، ما تضيفش حامض الكبريتيك الاول وبعد كده تحط عليه الميه، هيعمل لك مشاكل كبيره وانت بتستخدمه. يبقى ما تيجي تحط حامض الكبريتيك تضيف كميه الميه اللي انت هتسحبها على الفدان الاول وبعد كده تحط الكميه بتاعتك. وزي ما قلنا تركز قوي في الكميات دي، لو انت هتستخدم حامض الكبريتيك على ارض فاضيه ما فيش فيها غير النقاطات او انت هتستخدمها لتسليك النقاطات بتضيف كمية يا جماعة لغاية 5 كيلو للفدان مفيش أي مشكلة. تمام، وابتدى تشغل بعدها برضو مية فترة طويلة عشان برضو عمليات الغسيل. ولو انت هتستخدمه على نبات مزروع، لو انت هتستخدمه على نبات مزروع سواء خضروات او اشجار بتضيفه اقصى حاجه يا جماعه 3 كيلو للفدان. 3 كيلو دول تقريبا بيعملوا 2 لتر او 2 لتر الا ربع من حامض الكبريتيك. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن حامض الكبريتيك واهميته للنبات. لايك يا جماعه للفيديو لو عجبكم، واتمنى اكون قدمت لكم معلومه كويسه، وشكرا لحضراتكم، تحياتي.